عمراني، عمراني يرفع كرة، هيكل الشيخاوي معاه أسامة البحري في المتابعة، هيكل الشيخاوي كرة منقولة على الجهة اليسرى في اتجاه من؟ دريس المحيلسي، حاول المرور لدريس المحيلسي، دريس المحيلسي الباس لا مشيت، والهدف الأول، هدف أول لفائدة الاتحاد المنستيري، هدف أول من محمد أمين بوزيان لفائدة الاتحاد المنستيري. مرور كان ناجح من الجهة اليمنى من اللاعب دريس المحيلسي، كان تعدى محمود غربال، الباس الكروس، وبوسيان كان ينتظر الكرة، أخذها في طبق، يحطها في شباك الحارس محمد الذي قالول. تتبدل المعطيات في 39 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الأول، هدف للصفر لفائدة الاتحاد المنستيري. هدف للصفر لفائدة الاتحاد المنستيري. هفوة كانت في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليمنى، استغلها كما يلزم. هي أمامنا الإعادة وفرحة اللاعب. فرحة اللاعب قلنا دريس المحيلسي اللي قام بمجهود الحقيقة كبير برشا على الجهة اليمنى لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. أشرف الحباسي يربح التماس، خليها للسايحي، سايحي لكونتي، كانتي، والحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. ركلة جزاء لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. عملية الدفع كانت موجودة على اللاعب محمد كانتي. محمد كانتي هو اللي تعرض للدفع داخل منطقة العمليات، والحكم دون تردد يعلن عن ركلة جزاء لفتى النادي الرياضي الصفاقسي. أشرف الحباسي هو من سيقوم بتنفيذ وجه لوجه مع الحارس البشير بن سعيد. لمن ستكون الكلمة؟ كان صدقني ربي في ماتش للي حباسي كان حط كورة على البوتو بينالتي وجه لوجه مع البشير بن سعيد. هذه المرة يتقدم ويسجل هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي. التعادل لفيتا سي اس اس، هدف لهدف. حباسي يعدل النتيجة من علامة الجزاء ويعيد الأمور إلى النقطة الصفر. هدف لهدف بين النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري. حباسي يعني ثأر رياضيا من الحارس البشير بن سعيد. ضربة جزاء كانت ضايعة في ملعب الطيب المهيري من نفس اللاعب وأمام نفس الحارس. هذه المرة الحباسي يهتدي لشباك الحارس البشير بن سعيد ويعدل النتيجة من علامة الجزاء، هدف مقابل هدف. تعود الأمور إلى النقطة الصفر في 66 دقيقة لعب من زمن هذه المباراة.